نشرة إخبارية جديدة من أورينت. مرحبا بكم مشاهدينا الكرام، والبداية بالعناوين. عشرات القتلى والجرحى في هجوم استهدف قوة للدفاع المدني قرب حدود النيجر مع مالي. وفي العاصمة الأفغانية أكثر من 10 قتلى بانفجارين غرب كابول. الاتحاد الأوروبي يعلن تخصيص 700,000 يورو لتقديم مساعدات عاجلة للمهاجرين عند حدود بيلاروسيا. وفي السودان قوات الأمن تطلق الرصاص الحي على متظاهرين في أم درمان بعد قطع الاتصالات والإنترنت. حرائق ضخمة تلتهم مساحات واسعة من الأراضي الزراعية في محافظتي حمص وطرطوس. أهلا بكم من جديد. قتل 25 شخصا على الأقل وجرح آخرون في هجمات نفذها مسلحون مجهولون جنوب غرب النيجر على امتداد حدود البلاد المشتركة مع مالي. السلطات المحلية أوضحت أن مهاجمين على دراجات نارية اقتحموا معسكرا لقوة تابعة للدفاع المدني قرب قرية بكورات المجاورة، ما أدى لاندلاع اشتباك بالأسلحة النارية استمر بضع ساعات. قتل 10 مدنيين على الأقل وأصيب آخرون في تفجيرين منفصلين استهدفا حافلتي نقل عام غرب العاصمة الأفغانية كابول. أعلن الاتحاد الأوروبي تخصيص 700,000 يورو لتقديم مساعدات عاجلة إلى المهاجرين العالقين عند الحدود البيلاروسية البولندية. وأشارت المفوضية الأوروبية إلى أن 200,000 يورو من هذا المبلغ خصصت للجنة البيلاروسية للصليب الأحمر التي ستعمل على توزيع المساعدات الإنسانية بين المهاجرين. قتل 10 متظاهرين وأصيب العشرات برصاص الأمن السوداني في مدينة أم درمان خلال مظاهرات مطالبة بحكم مدني، فيما قطعت السلطات الاتصالات والإنترنت عمدا عن عموم المناطق المنتفضة. نوفمبر 17 نوفمبر مدينة المدني. معنا عبر الهاتف من دبي الكاتب الصحفي محمد الماحي. أستاذ محمد، مرحبا بك معنا في هذه النشرة عبر أورينت، وأشكرك على انضمامك لنا فيها. ضحايا جدد من المتظاهرين هذه المرة في أم درمان أستاذ محمد، وهناك عدة مناطق منتفضة في السودان. ما هي المناطق المنتفضة بالتحديد الآن في السودان بحسب علمكم أستاذ محمد؟ مرحبا وك، والتحية لك والتحية للمشاهدين. المناطق التي خرجت اليوم في
الصحراء دعت لها تنسيقيات المقاومة هي الخرطوم ومدن الخرطوم الثلاثة بالإضافة لمدينة واد مدني وبعض المدن في الشمالية وأخرى في غرب السودان، وعوملت بعنف مفرط من الأجهزة الأمنية، أدى ذلك إلى سقوط عدد من الشهداء في درمان وبحري. وبالتالي أستاذ محمد، يعني الأمور إلى أين تسير الآن في عموم السودان باعتقادك؟ إلى متى سيستمر الأمن هناك باستعمال العنف والرصاص ضد المتظاهرين وسقوط أيضا ضحايا جدد ربما؟ الوضع في السودان الآن وضع صعب جدا. تدخلت الولايات المتحدة الأمريكية في الخط وجاءت مساعدة وزير الخارجية الأمريكي إلى الخرطوم وقدمت مبادرة، هذه المبادرة فيها تراجع من الموقف الأمريكي وهو يدعي إلى وضع انتقال جديد تكون الوثيقة الدستورية أساس للحوار في هذا الوضع، وأن يعود الدكتور عبد الله حمدرب ويشكل حكومة كفاءات مستقلة. في تقديري هذه المبادرة إذا تراضت الأطراف حولها يمكن أن تخرج البلاد إلى بر الأمان. نعم. لأن كل الأطراف الآن متمسكة بمواقف، هنالك مواقف من القوى السياسية لا تفاوض ولا حوار ولا شراكة، وفي تقديري هذه المواقف وهذه الشعارات. طب يعني باعتقادك أستاذ محمد، باعتقادك يمكن أن يشهد السودان انتخابات مبكرة خلال الفترة المقبلة؟ الكل في السودان حتى المكون العسكري مقر بأن تقوم الانتخابات في موعدها في 23، ولكن مختلفين حول الكيفية التي يمكن أن تجرى بها الانتخابات، هل من خلال حكومة مستقلة كفاءات مستقلة أم حكومة حزبية. نعم. من الائتلاف الحزبي الحاضنة السياسية. والآن الحاضنة السياسية تشتتت واختلفت وانقسمت على نفسها مما أدى إلى الوضع للأزمة التي نراها اليوم. أنا في تقديري على القوى السياسية أن تقود حوار، طالما أعلن المساعدة وزيرة الخارجية الأمريكية عن مبادرة وعن حوار أفيد للبلد وأسلم لها أن نقوم في هذا الحوار وأن نحقق منه مكاسب. نعم. للوضع الانتقالي. وضحت الفكرة. نعم، أكتفي معك بهذا القدر وأشكرك جزيلا. أما الشعارات بتاعت لا شراكة. نعم. ولا شكرا جزيلا لك أستاذ محمد الماحي الكاتب الصحفي، كنت معنا عبر الهاتف من دبي. أكد نائب مساعد وزير الخارجية الأمريكي لشؤون الشرق الأدنى إيثان جودلريتش على أهداف بلاده المعلنة الثلاثة في سوريا، وهي الحفاظ على خفض التصعيد واستمرار تدفق المساعدات ومنع عودة تنظيم داعش. إذا وجودنا العسكري في شمال شرق سوريا مستمر إلى حين القضاء الكامل أو اجتثاث داعش بالكامل. الهدف الثالث هو استدامة الهدن المحلية في سوريا ومحاولة منع تصاعد العنف وحماية السوريين من أن يواجهوا مصير القتل أو الموت. ونحن ملتزمون بموقفنا بأننا نعتبر النظام هو المسؤول عن انتهاكات حقوق الإنسان، ومنها استخدام الأسلحة الكيماوية والفظائع الأخرى التي يرتكبها. إذن سياسة حكومتنا مستمرة بتحميل النظام مسؤولية هذه الانتهاكات. التهمت حرائق متفرقة مساحة زراعية واسعة في محافظات طرطوس وحمص واللاذقية دون معرفة أسبابها حتى الآن.
لا إلهي مستحيل في حيتنا بنزين هذا. لا السرعة هذا. ولا في هواء، فجر الجيش التركي مجموعة أنفاق ممتدة من الأراضي السورية إلى الأراضي التركية كانت تستخدم في عمليات تهريب اللاجئين. وبحسب مراسل أورينت فإن دوريات من الجندرمة انتشرت على الشريط الحدودي الموازي لمدينة سلقين والبلدات المحيطة شمال إدلب للكشف عن الأنفاق. ضرب زلزال بقوة 5 درجات على مقياس ريختر مدينة دوزجي شمال غرب تركيا شعر به سكان مدينة اسطنبول حسب ما أوضحته إدارة الكوارث والطوارئ التركية أفاد. بهذا الخبر نكون قد وصلنا لختام نشرة الأخبار، شكرا لكم على كرم المتابعة. لمزيد من التفاصيل والمعلومات زوروا موقعنا عبر الإنترنت orient-news.net. إلى اللقاء.